حسني عبد الرب. ازيك يا كابتن احمد؟ كيمو ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ازيك يا نجم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. دلوقتي نجم ماشي. نجم طبعا، انت كسبتنا امبارح في الكره الشاطئيه. قطع فيا؟ لا ما اقدرش. قطع فيا ماشي. اعداء النجاح انت. في واحد جاي، احنا كاسبين سبعه وانت جايب ست جوال، اكيد يعني سبعة. قطع فيك ازاي؟ سبعه جايب سبعه. انت اللي جايب السبعه كلهم؟ ايوه، ما فيش حد جاب جول تاني. طب كنت خليتنا نجيب جول. ما انا اديتك الكوره انت والجول. لقيتك مش عارف. طب مين اللي عامل لك السبعه دول؟ شفت حد من المشجعين ورحت لعب له الكوره يا عم. طب انا ذنبي ايه طيب؟ حد من المشجعين ازاي يعني؟ ازيك يا كابتن احمد؟ الحمد لله والله. بس انت عارف الغريب ايه؟ يعني الفرقه الثانيه تقطع فيا، مفيش مشكله، احنا جبنا فيهم سبع تجوان، فطبيعي ان هم يطلعوا يقطعوا لك. ما بتبصيش لحد خالص يا كابتن احمد. ايه؟ ما بتبصيش لحد خالص. انتوا اعداء النجاح، دايما كده الشجره المثمره دايما كده هي اللي بتتحدث. طيب قول لي، يعني لسه هو جايب لقطات ل 2008 و 2010 هنجيبها دلوقتي، وكاس افريقيا طبعا اللي انت شلته في 2008 وفي 2010 وفي 2006، وبنتكلم على انجازات منتخب مصر قبل بدايه التصفيات بكره ماتش تنزانيا ان شاء الله. يعني طبعا كل التوفيق ان شاء الله باذن المنتخب مشيت من بكره ان شاء الله، وتكون بدايه موفقه بالنسبه لهم. يعني انا شايف ان اول مباراه يكون في مصر وعلى ارضنا، انا شايف ان دي هتدي دفعه معنويه كويسه طبعا للعيبه اللي موجوده وللجهاز كمان اللي موجود. اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون بدايه مهمه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم ويكسبوا اول ثلاث نقاط. مش صعب، لان انا اعتقد منتخب تنزانيا مش بالقوه الكبيره اللي تخلينا ان احنا نقلق في اول مباراه تكون على ملعبنا. يعني لسه ما فيش طبعا نقدر نحكم على معالم المنتخب مع كوبري والشكل الجديد بتاعه، انما نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم. اما بالنسبه طبعا ل 2008 و2010 والوقت اللي هو انا بقول ان هو افضل عصر في تاريخ كره القدم المصريه، والجيل اللي صنع فرحه طبعا لكل الشعب المصري كله بالكامل بكل فئاته وكل انتماءاته، يمكن الحاجه اللي كانت تسعد الناس كلها. وزي ما قلت لك، يمكن انت كنت سجلت معايا من حوالي خمس ست ايام، كنا برضه نفس الحكايه بنتكلم ان شكل التشجيع اختلف وشكل الناس كمان اختلفت اللي هي بتشجع. الناس عرفت يعني ايه كره قدم بتروح تستمتع بيها فعلا للاستمتاع، مش كوره بقى بعيد عن التعصب بقى وبعيد عن التعصب اللي احنا لعمة اللي احنا بنشوفه والجدال الكبير اللي بيبقى بين الناس وبين بعضيها. لا، الناس هتستمتع فعلا بمنتخب مصر. يمكن انا بالنسبه لي 2008 موضوع مختلف بالنسبه لي، لاني مهما وصفت مش هقدر اوصف فرحتي، لان كان اول كاس امم افريقيه اشيله. يمكن كنت في 2006 انا شاركت في البطوله كل المباريات، وانا كنت كابتن المنتخب في كل المباريات اللي لعبناها من اولها لحد اخرها. ولكن كان يمكن كان الكابتن حسام حسن طبعا موجود، وهو اللي رفع الكاس في بطوله 2006. ولكن في 2008 ده كان بالنسبه لي احساس، مش عايز اقول لك يعني احساس ما يتوصفش، ان دي كانت اول بطوله بالنسبه لي ككابتن، واحساس ان انت بترفع كاس البطوله. انا مش عايز اقول لك وقتها كان ازاي، واحساس لا يوصف. يمكن حتى الكاس انا رفعته بشكل مختلف شويه، يعني كان في حته كده اللي هي حته زي كاني واحد بيتقابل يعني هو وحبيبته بقى في الاخر، وبينهي كده بشكل فيه شكل كده فيه عاطفي. فاللي هو حتى كنا متفقين انا وبتريكا وائل جمعه في الاوضه، وقلت له ما انا ان شاء الله لو رفعنا الكاس هرفعه بالشكل ده. وقبل ما نبدا البطوله خالص، يعني دي من الذكريات اللي احنا قعدنا قبل ما نبدا البطوله خالص، كنا قاعدين مع بعض احنا الثلاث في اوضه واحده، وقلت لهم ما انا وطلعت حتى ومثلت الشكل اللي انا هاخد بيه البطوله. يعني كان في احساس كمان ان احنا ناخد البطوله، يعني كان في احساس، كان في ثقه عندنا ان احنا ناخد البطوله. ويمكن انا حتى رفعت الكاس بشكل مختلف، ان انا اخدت الكاس بشكل مختلف وكده. فكان احساس طبعا لا يوصف. وكان تاني بطوله كنا ناخدها، يمكن كان عملها قبل كده كامل ان هو خد بطولتين ورا بعضيهم طبعا. ولكن الانجاز بقى المختلف ان احنا خدنا كمان 2010. ولكن احساس 2008 بالنسبه لي، يمكن انا شاركت في 8 بطولات افريقيه متتاليه، 8 متتاليه، ولكن 2008 ليها رونق خاص بالنسبه لي وليها وضع مختلف بالنسبه لي، لاني 16 فريق بينافسوا في البطوله، واكثر من 300 لعيب موجودين، او اكثر من معديين ال 300 لعيب، وفي الاخر واحد بس هو اللي رفع الكاس. فده كان احساس مختلف، ومش عايز اقول لك سعادتي في اليوم ده كانت ازاي. يعني
اكيد واكيد ان شاء الله يعني نتمنى لمنتخب مصر كابتن احمد التوفيق بكره. يعني متقدرش تتوقع تشكيل كده لمباراه بكره؟ والله مش عارف يعني، طبعا انا مش عارف مين، لان طبعا عندنا لعيبه محترفين اكيد، في بعد موجود اكيد، في سعد سمير ممكن كمان يبقى موجود، في احمد فتحي موجود ناحيه الشمال، معرفش عبد الشافي موجود. نعم؟ موجود عبد الشافي بالظبط. اه يعني يعني التشكيل مش هيخرج، مش هيخرج بقى نص الملعب يعني. يعني طبعا احنا هنسيب الجهاز هو ليه حريه الاختيار، واعتقد ان المهم ان هو يختار بشكل كويس، المهم ان ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، وتديهم دفعه معنويه كويسه، لان ده احنا محتاجينه في الاول، لان طبعا انا اعتقد ان خبرات اللعيبه بتاعتنا لسه قليله، الخبرات الافريقيه لسه قليله، فالحمد لله ان اول مباراه بتقام في ملعبنا هتسهل علينا حاجات. كمان قدام منتخب ما اعتبرش بالمنتخب الكوري، يعني كويس ان احنا ما بدناش مثلا بنيجيريا وبره ملعبنا وكده، اعتقد دي كانت ممكن برضه تقلقنا شويه، ولكن الحمد لله يعني انا شايف ان 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 في عوامل كتير كويسه بتساعدنا، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نستغلها بشكل كويس، ونتمنى منتخبنا يستغلها بشكل كويس. سامع انا المكالمه دي، انا واخدك وانت بتلعب كوره دلوقتي؟ انا كنت بلعب كوره. بتلاقي مقطع مين النهارده؟ لا ده انا كده ماتش ودي النهارده مش رسمي شويه، ودي مش رسمي يعني خفيف يعني. اه خفيف. لا امبارح انت شايف انا كنت، ده امبارح الفرقتين طالعين بيقولوا كنت بضغط في الفرقتين. لا مش عارف ازاي بضغط في الفرقتين. طب ايه رايك فيا امبارح بجد يعني؟ ما انت عامل لي كل الاجوان وفي الاخر طلع. والله انا زعلت، والله زعلت ان انت بالذات ان انت تطلع تقطع فيا. ما اقدرش اقطع يا كابتن، ده دي شتيمه حب. ايوه ماشي، ما هو شتيمة حب، بس انت بتقول لهم ما بيبصيش لحد خالص. لا طب يعني هم كانوا بصراحه كلهم بيشتكوا، فانا خفت ان وسط الناس دي قلت لازم ادي واحده كده، بس قلت الراجل مكسبنا يعني جايب يعني سبعة اجوان. يعني انت يا كريم، انت كريم ماشي بمبدا ان انا امشي مع الناس طالما هم بيشتكوا. معاكم عليكم عليكم. كل سنه طيب يا كابتن احمد، وان شاء الله بكره كده يعني التوفيق لمنتخبنا المصري باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا عميد لعيب العالم كابتن احمد حسن ونجم منتخب مصر. امبارح بنلعب كره شاطئيه البطوله الدوليه لشرم الشيخ في شرم الشيخ، وكان مباراه نهائيه امبارح مصر ولبنان، فعملنا مباراه شو كده. بكره ان شاء الله نجيب لكم اللقطات، وعاملين تقرير جميل جدا من شرم الشيخ. احمد حسن اكنه بيلعب يعني، اكنه لسه في الملعب، لياقه بدنيه ومهاره وقوه، وعمال يخبط في الناس وبيلعب، ويعني جامد جدا ما شاء الله عليه يعني. امبارح كسبنا كابتن خالد بيبو، روقناه عشان بس ايه، ما بقى لنا فتره بنكسب كابتن خالد بيبو وكابتن هشام حنفي وكابتن وائل رياض، اديناهم 7-4 كده خفاف في النجيله، وبعدين 2-0 في الرمل في الكره بقى الشاطئيه. يعني هنتكلم على البطوله دي بكره ان شاء الله، ان احنا جايب لكم لقطات كبيره جدا، وكنت سعيد جدا ان انا موجود، بطوله رائعه ومنظمه، وطبعا في مدينه جميله مدينه شرم الشيخ، وكان كل حاجه رائعه. بكره باذن الله اعمل لكم تقرير طويل عن بطوله الدوليه لشرم الشيخ للكره الشاطئيه. هنطلع فاصل